في ظل جائحة كورونا يبحث الكثير عن طرق لتقوية الجهاز المناعي على غرار تنويع الوجبات الغذائية والتمتع بقسط وافر من النوم وممارسة الرياضة، كما يلجأ آخرون إلى تناول حبوب الفيتامينات المتوفرة في الصيدليات. نعم، فهذا لغاية الآن لا يوجد ما يثبت علميا بأن الفيتامينات تقي من الإصابة بفيروس كوفيد-19، ولكن الفيتامينات بأنواعها وأشكالها تقوي الجهاز المناعي، والإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. مع بداية ظهور الجائحة ارتفعت وتيرة الإقبال على اقتناء الفيتامينات والمكملات الغذائية من الصيدليات لرفع مستوى مناعة الجسم لمواجهة الأمراض الفيروسية عند البعض، بينما البعض الآخر اتجه فقط إلى التغذية الصحية المتوازنة لتقوية الجهاز المناعي. الفائدة تكون أفضل من الخضار والمأكولات الفريش، اللي هي الخضروات اللي فيها الفيتامينات، فيتامين سي الطبيعية، الفيتامينات الطبيعية. أنا ما أعترف بهالشيء، أنا أعترف بالطعام فريش، الحبذ فريش، أكل فريش ونظيف، أروق الطبخ نظيف الحمد لله. اتبعت اللي هو إرشادات اللي كانت في التواصل الاجتماعي، اللي هو فيتامين سي، وفي اللي هو فيتامين أنا ما أعرف اسمه ولكن هو أقرب للثوم. بينما أكد الخبراء والمختصون العاملون في قطاع الصيدلة أن المكملات الغذائية والفيتامينات تشكل عناصر أساسية في النظام المناعي للجسم، لذلك ينصح بتناولها بمعدلاتها الطبيعية اليومية، ولكن ليست بديلا عن الأطعمة الصحية. يعتبر فيتامين سي اللي هو يعتبر أنتي أوكسيدنت، بمعنى أنه يحارب الفري راديكلز، مسمى الفري راديكلز اللي هي نتائج عمليات الأيض التي تحدث في بعض الخلايا، لذلك ينصح بفيتامين سي أيضا لكن بمعدلات الطبيعية. بالنسبة للحظر الكلي اللي حادث حاليا معنا، ينصح بفيتامين دال أيضا، لأن بعض المرضى أو معظم الناس يكون متواجد في المنزل، مما قد يسبب هبوط في معدلات فيتامين دال. ومن الفيتامينات التي ينصح بتناولها من وجهة نظر أهل الاختصاص لتقوية الجهاز المناعي وخاصة في ظل هذه الظروف، فيتامين إي والزنك. مختلف المنتجات ممكن احنا يستخدمها، منها الفيتامين سي، وعندنا الزنك، وحتى في جايد لاينز جديدة حتى تكلموا على الفيتامين إي، وهذه العناصر الثلاثية هي تعمل على تعزيز المناعة. في شغلات ثانية إضافية ممكن احنا ننصح فيها، مثل الكوكم، ننصح بالأوميجا، فيتامين دي، هذه كلها شغلات تعمل على تعزيز المناعة. احنا كصيدلانيين في الصيدليات الأهلية بنحاول نشوف الإقبال عليه أكتر، بنحاول نوفر على قد ما نقدر، كان الإقبال أكتر على الفيتامين سي. أخيراً ينصح باستشارة الطبيب المختص قبل تناول أي مكمل غذائي ومعرفة الجرعة اللازمة والموعد الأنسب لتناولها، لأن الإفراط في تناولها قد تسبب بمخاطر صحية وخيمة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.